بعيد عن انه واحد من اللعيبه الجامده جدا اللي موجوده في الدوري المصري، فهو من الشخصيات الجميله والمحترمه، واللي اكتشفت كمان انه بيحظى بحب واحترام كبير جدا من كل زمايله ومن كل المسؤولين في سيراميكا. وبعدين حط الكلام ده كله بقى على جنب، كفايه ان هو من الجزائر، بلد المليون شهيد، وبلد ليها تاريخ وعراقه واواصر مع مصر كبيره جدا جدا جدا. نجمنا النهارده احمد القندوسي يا ابو حميد، منور الدنيا حبيبي يا عيني، ربنا يخليك. عيني اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. لسه بقول لك واحنا تحت الهواء، يكفيك انه قطاع كبير جدا من جمهور الاهلي بيحبك جدا وبيتمنى انه يشوفك تاني بفانيله الاهلي. انت بتحس بده لما بتقابلهم في الشارع وبتتكلم معاهم؟ يعني بتحس لما تقابلهم بره في الشارع وانت بره مثلا بتشتري ولا في مطاعم كده، فبتحس بالحاجه دي يعني. فحاجه حلوه بالنسبه لي يعني. بتبسطك وبتفرحك ان انت بالرغم ان انت ما لعبتش كتير في الاهلي، بس انت عندك قبول كده مع الجمهور. ايوه يعني انا حاجه دي بتبسطني قوي يعني. وبحب كده يعني مع الجماهير وعادي يعني. اخبار السنه ونص اللي انت قعدتهم في مصر يا ابو حميد، رايك فيهم ايه؟ يعني قول لي ايه اكتر حاجه انت مبسوط بيها، ايه اكتر حاجه فوجئت بيها في مصر والشعب المصري؟ لا الحمد لله انا مبسوط يعني، سنه ونص عدت على خير الحمد لله، ولسه يعني سنوات. والحاجه اللي مبسوط بيها انا يعني وعجبتني قوي يعني الشعب المصري. اكتر حاجه بحسيتها بقى، اكتر انطباع اخدته عن الشعب المصري ايه؟ فكل حاجه يعني خفه الدم كده، والناس لذيذه قوي يعني. تحس ما تحسهمش ناس غريبه يعني، تتاقلم معاهم بسرعه. انت ابتديت تتكلم مصري اهو، خلاص الدنيا احنا اكتر حد بنأثر على اي حد في الدنيا. صح. الحمد لله. اكتر اكله بتحبها في مصر ايه؟ كبده جمالي. الله، كبده جملي. ده انت غمقت قوي في السنه ونص دول. ده مين اللي عرفك الكبده جملي دي؟ نصر. نصر مين؟ نصر وكيل. بجد والله؟ ده فايش لك الهواء مش خالص. كل اجازه بقى بيديك تاكل. طيب عايز اروح معاك لسيراميكا، بتشوف تجربتك في سيراميكا ازاي حتى الان؟ والله انا الاول مره صراحه كنت خايف. ايوه. فبعدين لما جربت يعني لقيت الدنيا مختلفه خالص. يعني لقيت ناس بترحب بيا، ويعني انت بس عندهم مدير كوره قاسي قوي وعنيف، فهو بيحب الشغل يعني. لا يا عم انا بهرج، ده زي العسل. يعني لا هو كده يعني صراحه، بجد والله هو بيحب الشغل. يعني بيزعل في التمرين وعشان بيحب الناس تشتغل. استاذ معتز البطاوي ده من الناس والشخصيات الجميله. لا هم يعني اقول لك يعني من اولهم يعني من الاستاذ محمد ابو العينين، يعني الناس بترحب بيه كلها حتى اخر واحد في النادي. استاذ محمد واستاذ طارق هم ناس كلهم جمال. كلهم بيرحبوا بيك يعني، وانت داخل كده بتحس نفسك مش حد جديد. ايوه. فالحاجه دي بتبسطك يعني، بتشيل بقى تشيل عليك كتير وانت جديد. فالحمد لله يعني انا تجربتي معاهم، وكانوا عندي كذا عرض يعني في مصر. وانا جددت الاعاره قلت لهم لا انا هقعد في سيراميكا. بجد والله؟ انا قبل ما اعرف خلاص هقعد ولا لا، قلت لهم بعد ماتش، بعد اخر ماتش. قلت لهم لو انا عن نفسي هقعد في سيراميكا، يعني لو هجدد هجدد في سيراميكا او هطلع. كتر ما انت ارتحت وانبسطت من كل يعني، مش سيبك بقى من كوره، بكلمك كناس يعني قلوب صافيه والدنيا متحبه مع بعض. واصحاب بقى اصحاب جديين يعني، مش اصحاب اللي هو اصحاب كوره. لا ممكن ترن على صاحبك الساعه 1 بالليل، انا عايز كذا يا باشا يجيب لك على طول. فالحاجه دي بقى تخليك يعني تخلي الكوره على جنب وتعمل صحوبه يعني. صحيح. صح. خليك مرتاح في المكان اللي انت فيه. احنا بنعرف لعيبه بس اصحاب في الملعب بس. بس يطلعوا بره ولا حد يعرف ولا حد حاجه. فاحنا لا يعني في سيراميكا الحمد لله يعني زي الاوضه كده، بره جوه كلهم مع بعض. مين اقرب اصحابك في سيراميكا؟ ما هم في اربعه كده. في واحد راح، في احمد هاني وبسام. محمد ابراهيم، بس محمد ابراهيم مسكين راح. في رجب. في عادل وتوني. وراح ليه؟ ما هو خلاص يعني مكتوب وخلاص. راح البنك. مش البنك الاهلي يعني. بس فضلوا اصحاب يعني معاه. لا هم اصحابنا كلهم صراحه. يعني بنتواصل مع بعض ونتقابل بره ونتعشى ونقعد مع بعض. الحاجه الحلوه دي فيهم يعني. ما بينكروش يعني. صحيح. صحيح. طب ان انت في مصر تحقق بطوله وانت بره الاهلي والزمالك، دي حاجه صعبه جدا. يعني لما حققتوا كاس الرابطه ازاي حسيتوا يعني؟ كانت ايه الاجواء؟ وهل كنتوا حاسين ان انتوا تقدروا تحققوا البطوله دي حتى لو هي
مش البطوله الاولى ولا الثانيه في مصر، بس في الاخر انت حققت بطوله. فهي يعني هي كانت صعبه. هي كانت صعبه، بس انا يعني عن نفسي كنت متوقع انه هناخدها في ماتش الاتحاد. الاتحاد في الاتحاد واحنا ناقصين واحد. ايوه طلعنا هاني بكارت احمر، فاني اتلمينا مع بعض. فانت لما تلاقي الفرقه كلها ايد واحده فاكيد هتكسب. فاحنا يعني عملنا كل المجهود ده، وصلنا للنهائي، فمش هتاخدها ازاي؟ ايوه لازم تاخدها، مفيش كلام يعني. مفيش حاجه، مفيش طريق من الاثنين يعني، في طريق واحد اللي هو لازم ناخدها. خلي بالك برضو يعني لما تلاقي الاداره سندك من ورا فمش هتخاف. صحيح. يعني احنا كل تمرينا قبل الماتش كان بيجي لنا مستر طارق، كان بيجي لنا مستر معتز كل يوم معانا في التمرين، الناس بتكلمنا، فتحس يعني بالناس محتاجه اللاعب ده. أيوة. والحمد لله يعني ربنا وفقنا، في دعم، في سبورت في ظهركم طول الوقت. مفيش حد سابنا والحمد لله، يعني اخذنا اللقب ده. قندوسي، من يومك وانت لعيب جامد، من قبل حتى ما تيجي الاهلي، كل الناس اللي شافتك بتقول ان اللعيب ده لعيب جامد. جيت مع الاهلي بينت، وبينت كرامات زي ما احنا بنقول كده بلغتنا يعني الدرجه. بس ده كله كوم، ومع الكابتن ايمن الرمادي احنا شفنا قندوسي بينفجر، واهداف وفعاليه تهديفيه، ولعيب فعلا بيطلع نار من بقه في سيراميكا. ايه اللي اضافه ليك الكابتن ايمن الرمادي؟ الصراحه انا بشكره كتير، عشان هو يعني وقف معايا في وقت يعني اللي كنت محتاج فيه اي حد. يعني انا لفيت كده ما لقيتش حد معايا، فاهم، الا اصحابي كده والوكاله بتوعي، بس لقيت كابتن ايمن يعني مسكني ايده كده وقعد معايا، قال لي بص قندوسي وانا عارف كذا وكذا، قال لي ادالي، حط لي النقاط على الحروف. قال لي انت دلوقتي لازم تفوق، تصحى من الاحلام دي، انت دلوقتي لازم يعني طلعت اعاره، لازم تشتغل، لازم تبين للناس انه انا لاعب كبير ولازم تشتغل. قال لي وانا هساعدك، وصح يعني ساعدني في كذا مره، كان مستواي بينزل فيمسكني على جنب كده ويتكلم معايا، فكان محسسني انه يعني انا يعني ابنه. وعمره يعني ما عاملني كاني انا جاي اعاره. ايوه، فلو حد تاني كان ممكن يعاملك كانك اعاره. انت جاي كده كده هتمشي، ففي اخر سنه ممكن ما يلعبكش، ممكن ماتش يلعبك ماتش لا، بس هو لا، هو كان بيلعبني كل ماتش، لعبت كل ماتشات يعني. حتى لما كنت بتصاب ولا بتعاقب مرات كده وبتعاقب فكروت صفراء ولا حمراء، كان يعني بيزعل عليا، بيقول لي يعني انت بتعمل كده ليه، وانت عارف ان احنا محتاجينك فانا بشكره كتير، عشان هو يعني وقف معايا وقفه ما فيش حد هيوقف معاك تاني. مع ان في الاول سمعنا ان كان في اختلاف وجهات النظر ما بينك وبينه على المركز، ان انت كنت لا انت عايز تلعب في مركزك، ويقول لك لا هتلعب في المركز ده وهتالق، وفعلا كلامه كان صح. فهو انا كنت بلعب، انا جيت له على اساس 8. فهو احنا كنا يعني كنا مزنوقين شويه في حته الوينج دي. فقال لي يا قندوسي انت هتعرف تلعب هنا؟ قلت له ما فيش مشكله يعني العب لك عادي. فلعبت ماتشين كده جبت جوان، فقال لي خليك وينج وادخل كمل بقى جوه. لا وادخل جوه 10، قال لي سيب راحتك. فهو بيقول لي يعني اعمل اللي انت عايزه يعني ما فيش مشكله. فهو عنده بقى حاجات بتاع الدفاع لازم تمشي معاها، بعدين وانت معاك كوره يعني هجوميا اعمل اللي انت عايزه. أيوه. هو الحته دي فيه يعني كويس يعني في الهجوم بيدي لك راحتك يعني اعمل اللي انت عايزه، بس وانت بتدافع يعني اللي انا قلته لك اعمله. أيوه. ماليش دعوه بيه. وده بعد ماتش التاني انت لقيت ان كلامه مظبوط وده فارق معاك وخلاك بتظهر بشكل كويس، فاقتنعت خلاص بفكره. يعني اقتنعت يعني انت بتلعب وينج وبتدخل 10 يعني بتستلم وبتلف لوحدك يعني وتلعب مع المهاجمين كتير. أيوه. وبتهاجم تلاقي نفسك قدام الجون. طب بسطت انت. طالما فيها جوان يبقى احنا 100 فل 17 خلاص الدنيا تمام. طموحك ايه مع سيراميكا في اللي جاي؟ والله انا ما اكذبش عليك، انا يعني اتكلمت مع مسؤولين ومع مسؤولين سيراميكا، فانا عن نفسي يعني شايف احنا السنه اللي عدت كنا قادرين ننافس يعني على المركز الثالث وعلى المربع. فالسنه دي يعني انا عن نفسي يعني ممكن ننافس على المربع، وعايزين نعمل يعني عايزين ناخد بطولات كتير، عشان انت عارف بقى سيراميكا بطولتين بتاع سوبر بتاع كاس الرابطه، فلازم تاخد بطولات. فانت لما تكون عندك فرقه كويسه لازم تستغلها. صحيح. فان شاء الله بقى السنه دي نعمل حاجه كويسه، عندنا فرقه يعني الحمد لله. طب انت بدايه الموسم عندك لقاء قدام الاهلي، هتعمل ايه في السوبر؟ ما هي برضو زي السنه اللي عدت يعني لازم تشد حيلك، لازم تشد كل حاجه. بس الحمد لله يعني هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله. عندكم امل وطموح تكسبوا البطوله دي؟ في وسط الاهلي والزمالك وبيراميدز ده في معجنه يا معلم. لا مفيش معجنه ولا حاجه. انت لما تشوف مستوى السنه اللي عدت، احنا كسبنا بيراميدز والزمالك برضو خسرنا منه في 85 والاهلي برضو كده يعني.
الاهلي في السوبر السنه اللي عدت خسرنا منه في دقيقه 90 يعني كوره جت كده امام لمست المدافع بتاعنا ودخلت. ايوه فاحنا يعني مش ما يعني ما بتشوفش الفريق يعني ممكن فريق صرف ملايين ويجي بقى مش في يومه فهتكسبه عادي. ايوه فاحنا الحمد لله ان شاء الله هنكون في يومنا يعني ما فيش حاجه والله. طب بمناسبه امام انت لعبت قدام امام ولعبت قدام قفشه لعبت قدام السوليه وفي منهم لعبت معاهم طبعا في الاهلي. اه صح. ولعبت قدام عبد الله السعيد لعبت قدام ناصر ماهر قول لي كده الفرق بين كل واحد في دول لان دول اللي بيلعبوا في مركزك في الحته اللي هي بتاعه الثمانيه. فهو كل واحد يعني بيتميز بحاجه ف في اللي يكون يعني مثلا زي قفشه يعني قفشه بيعرف يتمركز كويس. ايوه. امام يعني بيحب يستلم الكوره ويلف ويجري بالكوره ويلعب لك اسيست اخر باص. بس يعني لما تيجي مثلا لعبد الله سعيد لا شغله مختلف خالص يعني بيحب يلعب معاك 1 2 ويحب يتمركز كويس يعني بيساعدك هجوميا يعني خلي بالك عبد الله سعيد ما شاء الله يعني سنه يعني في ناس عندها 24 25 سنه ما تعملش المجهود اللي هو بيعمله. ايوه. هو عنده برضو حته ان هو حريف يعني مش شغل بس. ايوه. حته هو حريف يعني جايبه معاه. فكل واحد يعني ستايل لعبه. ففي حد زي انا مثلا ما بحبش ادافع. ايوه. انا بحب اهاجم. بس لما يعني مع كابتن ايمن رمادي يعني اشتغلت عليها قوي. عشان رجعت نفسي بدافع وبهاجم. بس في ناس بتحب الهجوم في ناس بتحب الدافع. فده شغل بقى المدير الفني. مين اكتر واحد في الاسماء اللي انا قلتها قفشه السوليه امام عبد الله انت بتحب ستايله في اللعب بتحب اسلوبه وطريقته في اللعب؟ ما هم كلهم يعني لو لعبت انا جنبهم يعني كلهم يعني بتيجي اللعب معاهم حلو قوي. فانت يعني لما تلعب الاقرب لمدرستك انت يعني انت بتحب الستايل ده في الاداء عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. عشان يعني راجع يعني بتلعب يعني بيوقف لك بتعمل معاه 1 2 يعني بيستناك بتعمل معاه زي ما هو ستايله زي محمد ابراهيم بتاع اللي كان معانا في سيراميكا. يعني راجل يعني خبره فاهم؟ يحب يستناك ويعمل لك حساب ويدافع مكانك فمش حقيقي. طب انا عايز اسالك على حاجه هي لغز وعلامه استفهام عند كل الناس مش هقول لك بس جمهور الاهلي. وهي ان قندوسي موهبه كبيره لعيب كويس جدا بس ما كانش بياخد فترات لعب كتير مع الاهلي. هل الجزئيه دي اللي هي ليها علاقه بالحته الدفاعيه والواجب الدفاعي كانت هي دي قصه بينك وبين كولر؟ مش هي القصه بس كانت يعني جزء من القصه دي. انا كنت بدخل ماتشات يعني بدافع بجيب اجوان وبلعب عادي. فكنت تقريبا كل ماتش بدخل فيه يعني بدخل كويس حتى الجهاز يعني اللي معاه بيقول لي انت عملت ماتش كويس منا وكذا واللعيبه تقول لك انت ما شاء الله كويس تمام تمام. بس بعدين تعمل ماتش كويس بعد الماتش اللي بعده تلاقي نفسك قاعد ماتشين ما بتلعبش. ايوه. طب ليه؟ بعدين تلاقي نفسك ماتش بتلعب ثلاث ماتشات ما بتلعبش. كنت بجيب اجوان بقعد. بعمل اسيستات وبقعد. ايوه. ما اعرفش حاجه دي. طب ما اتكلمتش معاه؟ ما حاولتش تتواصل معاه تتكلم معاه تفهم منه ايه اللي ناقصك عشان تزوده وايه الحاجه اللي عندك احسن ممكن تعملها او كده؟ لا لا انا متكلم. أنا حياتي ما اتكلمش مع مدير فني يعني. ايوه. ما قلتلوش انا ما بلعبش. عايز تلعبني تلعبني مش عايز تلعبني. يعني انا لما تنزلني انا هدي لك اللي عندي انا يعني هو اكتر. بس يعني انت شايف انه انا يعني مش تمام لا خلاص انت ليه انت شايف بس يعني ما اقدرش اتاقلم في الحاجات دي يعني مثلا ممكن اقعد لك سنه وامشي يعني ما اقدرش اصبر يعني ست شهور وامشي بس انا الاعاره بالنسبه لي كانت احسن كانت احسن من انت تفضل قاعد وما تلعبش. انا بحب العب انا حتى لو مش هلعب على بطولات ولا مش هلعب انا بحب العب ما بحبش اقعد اتفرج انا لما بتفرج بتضايق. ايوه. يعني انت طول السنه بتتمرن وطول الاسبوع تتمرن بعدين يجي يوم ماتش تلاقي نفسك يعني انت يعني في فورمه عاليه والناس بقى تانية مش في يومها ما بتنزلش. فعشان كده فما اقدرش انا. اللي سمعناه يا احمد ان انت كنت المفروض ترجع الاهلي يعني كل الكلام كان بيتقال ان خلاص قندوسي راجع قندوسي راجع قندوسي راجع وفجاه لقينا لا ده قندوسي بتتجدد اعارته. هل حد اتكلم معاك من الاهلي ان انت ترجع ومثلا الدنيا وقفت ولا اصلا ما فيش حد اتكلم معاك؟ لا يعني من قبل ما يخلص الدوري يعني هي كانت انا راجع قبل راجع. ما يخلص الدوري واتكلموا معاك في الاهلي وتمام وكله تمام الدنيا تمام انا راجع بس يعني لما وصلت بقى لما قربت يعني خلاص خلصنا والدنيا كمان فاختلفت بقى الامور. في ايه بقى؟ قال لك هيجيبوا لعيبه ومش عارف ايه واصلا قال لك احنا المدير الفني بيقول لك انا عايز لعيبه زي ستايل ده وقندوسي مش ستايله ده. مهم يعني قندوسي دخل في حوارات يعني
انه يعني ستايله مش هينفعني السنه دي. فانا مش هقول لك اه غصب عنك تلعبني وغصب عنك هقعد في الاهلي حتى ما العبش. لا انا برضو كان عندي عروض، ولما جت في سكه الاهلي فما ناقش العروض دي خالص، خليت على جنب. اللي هو الزمالك يعني؟ لا انا كانت عندي عروض اصلا في اوروبا. اصلا اه يعني اصلا في اوروبا، وكنت خلاص بخلص كل الدنيا. يعني انت لما تجيلك لما تجيلك نادي في الشامبيونشيب يعني ويقول لك انا هبعت لك الدكتور يجي لك للمنتخب اللي هو الدرجه الثانيه في انجلترا، يقول لك انا هبعت لك الدكتور يخلص معاك. يعني كنت هعدي الفحص الطبي في الجزائر في المنتخب، كانوا هيبعتوا لي الدكتور اعدي الفحص الطبي على طول يعني وامشي. ده كان نادي ايه ده؟ ده ما ينفعش اقوله بس يعني نادي حلو يعني بينافس كل سنه ونادي كبير. فانا لما دخلت في سكه الاهلي مش هينفع، انا لازم ارجع الاهلي والعب كاس العالم انديه يعني انت فضلت ساعتها الاهلي على ان انت تروح انجلترا ونادي حتى كبير لو قوي. الشامبيون شيب ده يعني لا مشكله نادي كبير قوي يعني الدرجه الثانيه في انجلترا دي جامده جدا يعني. لا النادي النادي اصلا النادي طب نادي طب انت شوقتني اعرف. طب والله النادي كبير قوي. مش الموضوع خلص خلاص ما تقول يا عم. اقولها لك بعد فين. ماشي اوكي. نادي كبير قوي فقلت انا ايه والوكاله بتاعي برده يعني مش هقول لك يعني ما يفكروش خالص يعني اللي هو ايه لا مصلحتهم بس. لا الناس بتفكر مصلحتي انا عشان اقول لك انا عندي ثلاث وكلاء يعني مش وكلاء بس اصحاب. حصل دي قال لك بص قندوسي طب بياكلك كبده جملي مش اصحاب ازاي ده الراجل هري كبده جملي. قال لي بص قندوسي هتنزل منتخب وكانوا مستدعين المنتخب. قال لي هتنزل منتخب هتقعد يومين يجي لك الدكتور احنا ظبطنا خلاص. قال لي انت ظبط مع المنتخب يجي الدكتور يبص عليك والدنيا تمام تمام ترجع لمصر تروح خلاص احنا خلاص مع الاهلي وانت من الجزائر تسافر على انجلترا تخلص على طول. ايوه فانا مبسوط. فدخلت بقى الاهلي في سكه يعني اللي هو انا يعني ادوني ضوء هرجع. فبعدين لقيت بيقول لك مش عارف جايبين فلان وجايبين لاعب فلاني واصلا قندوسي لازم يفضلنا المكان عشان لاعب اجنبي. انا اصلا ما فكرتش يعني ما كنتش يعني حاط طموحي خلاص لو ما رجعتش الاهلي خلاص. لا انا لو ما رجعتش الاهلي هروح حته تاني العب انا ما عنديش مشكله. ده في التوقيت اللي الاهلي كان قريب فيه من محمد علي رمضان. أيوة صح كده؟ فانا ما عنديش مشكله يعني هيجيبوا محمد رمضان هيجيبوا انا لو الاهلي قال لي مثلا بكره اطلع ماشي هطلع. عشان انا عارف نفسي لو هطلع هروح اي حته العب. ايوه مش اللي هو لا اقعد في الاهلي واقعد. في ناس بتقعد تقول لك انا هقعد في الاهلي حتى ولو ما العبش بس باخد بطولات. طب وبعدين انت بكره لما تروح نادي تاني البطولات هتلعبك؟ اكيد مش هتلعبك. صحيح. والله اللعب انت الليل انت لعبته ناس دلوقتي بتمشي في فيديوهات. وريني فيديو انت لعبته. تلعب دقيقة دقيقة ونص في الاهلي ليه؟ ايوه دي انا شايفها يعني حاجة غريبة قوي. بيقول لك انا هقعد واخد بطولات وخلاص. انت كده ما بتستفادش. وبعد ما الموضوع وقف من ناحية الاهلي ما حاولتش تفتح القصة تاني مع النادي الانجليزي؟ لا انا فتحت القصة مع النادي الانجليزي تاني. بس هم يعني عندهم مشكلة ايه هي؟ هم في الـ يعني المدير الفني بتاعهم قال لك انا مهتم باللعيبة الانجليزي قوي السنة دي. فقال لك انا هفضل اتابعك وانا دخلت معاه في زوم وكل حاجه. قال لك انا هفضل اتابعك السنه دي كلها ما تخافش. فانا عايزك بقى خلي بالك حتى الاوروبيين يعني يدوا لك حافز يعني يحفزك حتى هو ما بيعرفكش. انا اول مره اشوفه اول مره يشوفني. قال لي انا هدي لك حاجات كده لو عايز تسالني اي حاجه انا معاك انا موجود كلمني في اي وقت. قال لك وانا هتابعك السنه كلها وان شاء الله هتعمل ارقام زي السنه دي وتيجي معانا السنه الجايه. قال لك ما عنديش مشكله. فانا الحاجات دي بسطتني يعني. طب الموضوع لما وقف بتاع محمد علي بن رمضان في الاهلي وخلاص محمد علي بن رمضان مش جاي الاهلي ما اتفتحش معاك القصه تاني انت ترجع؟ لا انا ما حاولتش افتحها. انت خلاص ما حاولت ولا حد فتحه من الاهلي معاك تاني؟ لا انا ما حاولتش افتحها يعني كلموني من الاهلي خلاص. انا اول ما قالوا لي لازم تطلع وكذا ويعني وانا ما بحبش يعني الضغط على نفسي ما بحبش اضغط على نفسي. ايوه انت عايز كذا هعمل كذا تعال يلا. ما بحبش يعني اكرر الموضوع واستنى ويطلع وعايز وكذا. انت مش عايزني. أي. يا باشا تعال نقعد مع بعض صفي الحساب ونمشي. فاول ما انا صراحه ما بتابعش كلموني قال لي قندوسي احنا عايزينك تطلع. ده كان الكابتن امير توفيق؟ لا انا كنت بتكلم مع سامي قمصان. اي كابتن سامي. وانا بشكره جدا يعني عشان هو سامي محترم وجميله. لا انا انا بحبه قوي. عشان ممكن جبل بتاع مشاكل يسهله لك يرجعه لك ولا حاجه. هو خلي بالك كابتن سامي برضه اصله كان لعيب كوره. فهو حاسس ان يتعامل معاك نفسيا ازاي. فقال لي كلمتين. قال لي قندوسي انت السنه دي لو رجعت مش هتستفاد. قال لي وانا مش عايز يروح عليك منتخب. قلت له انا برضه مش عايز اروح عليه منتخب. يعني منتخب اهم حاجه مش عايز يروح عليه. فقال لي تمام. قال لي انت عايز. قلت له خلاص انا كده حجدت الاعاره. قال لي انت هتناقش عروض؟ لا. قلت له مش هناقش عروض يعني انا هروح المكان اللي انا عايزه.
قال لي تمام شوف انت عايز ايه وانا معاك. أيوه. يعني بالكلمه دي قال لي شوف اللي انت عايزه وانا معاك. فقال لي انا ممكن ارجع الكابتن خطيب. قلت له يا باشا كابتن خطيب على راسنا. قال لي هيقول لي اعمله هعمله مفيش مشكله. انا مش هخالفه في الامر. فقال لي تمام تمام كابتن خطيب بيشكرك كذا. قلت له انا برضه بشكره يعني دي حاجه ولا حاجه. فقال لي تمام خلاص مفيش مشكله. رحت انا بقى على طول بدور على نفسي يعني على مصلحتي. دلوقتي انت الاهلي بتدور على مصلحتك. انا بدور على مصلحتي. يعني ما بشوفش انا مثلا الاهلي ما خلصش مع محمد برمضان فاروح انا بقى اقول شفت لو كانوا عملوا كده ويستاهلوا ما خل... لا دي حاجه بتاع ربنا. ايوه ممكن محمد علي برمضان ممكن جنيه ما خلصش بيناتهم. ممكن وكاله عشان في حوار الوكاله ده كتير. يعني انت وانت رايح الاهلي هتلاقي 200 وكيل قدامك. وانا حصلت معايا حاجه دي. يعني وانت رايح الاهلي مش هتدخل سليم كده. ايوه دلوقتي عشان تدخل الاهلي لازم تعدي على مراحل بتاع وكاله بجد والله من الاخر. والله يعني وانت رايح الاهلي يعني لازم تعدي على مراحل بتاع وكاله. وفي كذا لعيب يعني كذا صفقه كده كانت رايحه الاهلي وباظ بسبب اللعيب بسبب الوكاله. يعني بيدخلوا فيها وكاله في النص واحد عايز كوميشن والتاني مش هتعرف تدخل من غيره للاهلي. فعشان كده كذا حاجه باظت. فانا ما عنديش الحاجه دي. طب انت عايز ارجع معاك خطوه لورا القندوسي. انت ايه اللي حصل معاك وانت رايح الاهلي؟ لان احنا سمعنا ساعتها كلام كتير قوي انت جالك كانت في خناقه على ما بين الزمالك وبين الاهلي بين الاهلي وبين الزمالك وفي الاخر رحت الاهلي. ايه اللي حصل ساعتها؟ ساعتها كنت في المنتخب. فكان اللي كان رئيس النادي بتاعنا في ستيف عبد الحكيم سراج. ايوه فهو كان بيتصرف. يعني هو راجل يعني خبره ولعب كوره وكل حاجه. فهو كان بيتصرف يعني في كل حاجه. فقال لي قال لي تخليني اتصرف. قلت له سيب انا ما عنديش وكيل هسيبك انت تتصرف. فكان ساعدها بقى في اتنين كده سوريين. يعني هم اللي كانوا توأم هم اللي كانوا يعني بيتصرفوا في الموضوع. ايوه فانا قلت خلاص يعني هم كده كده. وانا كنت عايز اطلع عشان النادي كان محتاج فلوس. النادي ستيف كان محتاج فلوس وكان محتاج فلوس جامده قوي عشان يقوم. خساره ورا خساره مفيش بطولات و فقلت انا خلاص امشي مفيش مشكله. يعني امشي. فكلمني بالليل قال لي بص قال لي احنا ان شاء الله من هنا وهنخلص مع الزمالك وكذا وكذا وكذا. فقلت له بص قلت له يعني هو انت شايف دي مصلحه؟ قال لي قال لي عشان فيها فلوس وكذا وكذا وكذا. قال لي ايه رايك؟ قلت له انا عن نفسي شوف انت لو انت تمام انا تمام. قال لي طب ولو جبت لك الاهلي؟ قلت له انا لو جبت لي الاهلي يعني واداوا لك فلوس انت احسن ماشي عادي. لو انا هاخد اقل راتب ماشي مفيش مشكله. اهم حاجه يعني اروح النادي اللي يعني اللي بعدين هيديني. ايوه فقال لي تمام ما انا هشوف. فهو ظبط بقى كل حاجه مع الاهلي. وانا الصراحه يعني كنت مستني اللقطه دي يقول لي قندوس احنا خلاص خلصنا من الاهلي. فاول ما قال لي خلصنا فقلت له انا بشكرك كتير وكذا يعني وشكرته. فما كنتش مستنيها اصلا. فانت يعني مصطيف واصلا انا لعبت قدام الاهلي ماتشين. ايوه يعني انت مصطيف لما تشوف جماهير الاهلي وتشوف كل سنه افريقيا فهتتغر. يعني هتحلم كده تقول انا هروح اخد افريقيا واخدكم يعني اخد القاب كتير. فلازم بقى تنقص من الراتب بتاعك عادي. أيوة. ما تاخدش راتب كتير بس تروح تاخد بطولات وتلعب. أوه. فانا ست شهور بقى بالنسبه لي كانت يعني كافيه. خدت بطولات وخدت كل حاجه. فالحمد لله. يعني انت ساعتها فضلت ان انت تروح الاهلي براتب اقل عن عرض مقدم اكبر من الزمالك. انا الزمالك خلي على فكره كان مديني يعني فلوس ضعف بتاع الاهلي. ايوه لو رحت الزمالك كنت هاخد فلوس ضعف بتاع الاهلي. فرحت الاهلي بعدين يعني لما اتكلمت مع الرئيس بتاع سطيف قال لي ما كنتش عارف انا فلوس. فقال لي الزمالك كان هيدي لك المرتب كذا كذا بس كان هيدفع فيك فلوس قليله. قلت له خلاص ما فيش مشكله وربنا شافها وانا حتى لو رحت يعني حتى من قبل لو رحت الزمالك يعني كنت بلعب هلعب عادي. ايوه عشان انا مش هقول لك انا اهلاوي 100% ولا زملكاوي 100%. انا اتربيت في سطيف وكبرت في سطيف بس بحب الاهلي. ايوه يعني كحب كده بحب الاهلي. بس لو رحت الزمالك برضو هقدم وهلعب ويعني ما بعرفش يعني اغش. ادخل ملعب مثلا اقول لك ارفع رجليه ولا لا. باش احارب على اخر عرق. ايوه فلو رحت الزمالك او رحت الاهلي يعني برضو انا لما رحت الاهلي اول ماتشين لعبتهم عادي بلعب عادي كاني في سطيف. بس يعني الحمد لله يعني كانت الدنيا تمام. بس كحب يعني هتميل الاهلي.
طب في الفترة بقى اللي فاتت دي بعد ما الموضوع بتاع الأهلي وقف وخلاص احنا على حسب كلامك ان الأهلي قال لك خلاص احنا عشان محمد علي برمضان فانت هتجدد اعارتك. في الفترة دي سمعنا ان جالك عروض كتيرة من داخل مصر، يعني في ناس اتكلمت مع الوكلاء بتوعك الزمالك وبيراميدز واكتر من نادي، هل الكلام ده فعلا حصل؟ ايوه صح. فحتى الأهلي كان جايب لي عروض يعني من مصر. ايوه. تانية غير سيراميكا. غير سيراميكا. فانا ما بحبش حد يعني ما بحبش حد يتصرف في حياتي. يعني انا لما بحط اللي هو زد اعتقد صح كده. فكذا عرض كده، فما بحبش حد يعني مثلا يقول لي انا مش هديلك دي بس عايزك تروح هنا وتجيب دي، لا انت خلاص ما اديتنيش دي انا هعمل بنفسي. بعدين لما بخسر يعني مش هقول فلان هو اللي خسرني. أيوه. اخسر انا بنفسي. فعشان كده انا فضلت يعني اللي في دماغي انا لازم اعمله. يعني انت مش عايزني خلاص. يعني القصه بيني بينك تخلص هنا، انت مش عايزني نقطه على طول. فقال لك تمام احنا مفيش مشكله ولو عايز اي مساعده فانا قلت لك يعني بشكر يعني كابتن خطيب بشكر سامي كتير، يعني كابتن سامي قبصان. انا عايز ارجع معاك لحته الوكلاء اللي انت وانت بتقولها انا حاسس ان انت في دي يعني في حته اللي هو انت متضايق من اللي حصل معاك في حته الوكلاء. لا والله مش متضايق، انا اصلا يعني اصلا انا دخلت في مشاكل مع وكلاء بس يعني انا اللي هم الاثنين السوريين اللي انت بتتكلم عليهم. بس انا يعني ليه بقى اخدوا يعني اكتر من النسبه اللي حاجات كده يعني خارجيه ما بحبش اتكلم فيها عشان انا ما بحبش اشخص الامور. فهم مش هم بس يعني في ناس كتير وراهم. فالناس دول السوريين يعني نوايا النيه يعني بيقولوا لهم اعملوا كذا فبيعملوا كذا. وانا كذا مره بحذرهم. انا مش صغير انا بعرف الحاجات دي. يا جماعه مش كده يا جماعه، لا هم ماشيين ورا الناس دول. فانا ما بحبش يعني كده، ما بحبش اسخر الامور يعني لو شخص الامور يعني ممكن انا اوقف كوره. ايوه ما بحبش انا اشخص امور يعني لو شخص امور هتحصل خناقات وكوارث خلاص يا باشا انت عايز حاجه دي ماشي خدها يا باشا، هخسرك وهخسر الحاجه بتاعتك دي وسلام عليكم ما بينيش وبينك حاجه. فبكره ولا تيجي تتكلم عليا تقول قندوسي كذا وكذا ولا انا حاجه اتكلم عليك، يعني اشوفك بره السلام عليكم عامل ايه خلاص. يعني ولا تعرفني ولا اعرفك كانه ما بيناش حاجه. بس فهم كده واخدين الامور يعني بجد، فانا مش حاطها في دماغي خالص. هل ممكن نشوف قندوسي عادي بيلعب في الزمالك؟ صعبه شويه بس يعني على فكره انا محترف يعني ما عنديش مشكله. بس صعبه شويه. صعبه عشان ما تخسرش حب جمهور الاهلي. مش هينفع يعني، ما هو جمهور الاهلي يعني كتير ما ينفعش تخسره. برضه يعني الزمالك نادي كبير ويعني انا في المنطقه بتاعتي في التجمع يعني الناس اللي عندي في الكومباوند كلهم زملكاويه. بفضل قاعد معاهم كل يوم. يعني انا برضه بحب جماهير الزمالك، حتى جماهير الزمالك محترمه ولما تقابلها بره يعني بتقابلك باحترام. ايوه يعني مش اللي هو فلان فلاني بيلعب في الاهلي، لا بتقابلك كشخص يعني كفلان ده قندوسي جزائري. وبدخل مطاعم كده الناس يعني بتتكلم معاك زملكاويه بيقول لك تعال عندنا. فانا بحب برضو جمهور الزمالك عشان هم يعني ناس محترمه. جمهور الاهلي وجمهور يعني جمهور الزمالك محترم، حتى لما تشوف يعني في الماتشات وفي كذا حاجه يعني محترم. ايوه مع اللعيبه مع الناس كلها. فانا ما ينفعش يعني اروح مثلا اقول لك لا جمهور الزمالك وحش وصعب، لا ما ينفعش. ده بقول لك انا باكل عندهم في المطاعم. فيعني دو زي يعني زيهم زي جمهور الاهلي. يعني مش هخسرهم ولا ما اعرفش اخسر اي حد منهم. بتتمنى ان انت الموسم اللي جاي ترجع الاهلي عشان تثبت نفسك تقول لجمهور الاهلي لا انا 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 قادر ان انا اكون اساسي في فرقه الاهلي واكسب الاهلي بطولات؟ انا لعبت يعني ضد الاهلي ولعبت بره الاهلي يعني فقدمت يعني مستوى حلو. ايوه ومش يعني مش المستوى بتاعي يعني مستوى حلو بس مش مستوى بتاعي. فانا لو رجعت حاجه حلوه بالنسبه لي. بس لو ما رجعتش يعني اروح حته يعني ممكن زي الاهلي ممكن يعني انا عن نفسي اروح اوروبا احسن. يعني احنا عندنا دلوقتي الدنيا بقت صعبه في المنتخب. لو عايز تلعب لازم تكون في اوروبا. احنا عايزين نبارك لك كمان انت انضميت للمنتخب. الف مليون مبروك. شكرا يا كابتن. ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب والسنه الجايه يعني تبقى موسم جامد وتفضل مستمر في المنتخب وتكسر الدنيا مع المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. حسيت بايه في الجون ده؟ أني جون يعني اللي هو اللي انت جبته في الاهلي ورحت معتذر للجمهور. يعني لازم هي يعني انت من 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 شخصيتك احمد وانت قاعد بتتكلم قدامي انت مش شخصيه بتاعت ميس،
يعني انت مش راجل مياس، لا لا انت مش راجل بتاع يعني، انت بتتكلم باللي جواك يعني. انا بقول يعني فاعتقد اللقطه دي لقطه طالعه بتلقائيه منك، ما مش مترتبه، ولا انت كنت مرتب ان انت لو جبت جول هتعمل كده؟ لا لا لازم اعمل كده، ما بعرفش يعني مش هحتفل يعني اكيد. فالنادي بتاعي ده يعني، والنادي يعني اصلا النادي بيقول لك ده ابننا، ايوه، مش هتعرف تحتفل قدامهم. انا بكره يعني اخلص عادي مع سيراميكا ارجع الاهلي، فمش هتعرف تحتفل حتى لو مش ما رتبتلهاش، بس مش هعرف احتفل. انت شخصية محترمة وجميلة حبيبي يا ريم والله. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده احمد القندوسي، خليكم معانا. احنا خسرناه يعني، هاتي لي حد تاني بديل للقندوسي، مفيش. بأتمنى عودة القندوسي للنادي الأهلي التاني، أتمنى. كان كويس جدا يعني، مستواه اتطور لما تعرض لسيراميكا، بقى مستواه اتطور أكتر. قندوسي لعيب هايل ولعيب زي الفل، وما كانش المفروض الأهلي يفرط فيه ولا إعارة ولا بيع. القندوسي بيلعب في منتخب الجزائر، منتخب الجزائر منتخب تقيل ومصنف افريقيا تقريبا على الثاني او الثالث. لا القندوسي اكيد مستواه ممتاز طبعا، وكنت اتمنى يفضل في الاهلي وما يطلعش اعاره طبعا. القندوسي ده لعيب كبير، مش لعيب كبير، وانا مش عارف الاهلي ازاي سابه. هو الصراحه كان عامل موسم ممتاز الموسم الماضي، يعني اكتر لعيب عمل مساهمات تهديفيه سواء اسيستات او اهداف، وكان حتى كل مباراه قدام الاهلي هو اللي كان بيجيب الجول. فيعني كان المفروض ان هو قاعد في الاهلي فتره اكتر من كده، يعني ما كانش طلع اعاره دلوقتي. قندوس عمل مباراه جيده جدا وطلع اعاره، المفروض القرار يبص عليه ويرجعه الاهلي تاني، لانه لاعب خط بيعرف يكمل على الجون وبيعرف يجيب اجوان وبيحل بيوصلك للجون باسهل سهوله. الاهلي خسر القندوس اصلا، احنا الاهلي فين دلوقتي؟ القندوسي فين؟ عامل شغل جامد مع سيراميكا واحنا عندنا الدنيا خلاص فاضيه، ما حدش سد مكانه. مين اللي سد مكانه؟ القندوسي لما ساب الاهلي في سيراميكا طبعا عمل مردود كويس لما لعب وتحت ليه الفرصه يعني. هو من قبل ما يجي الاهلي وهو يعني الناس بتتكلم عليه بشكل كويس ان هو لاعب كويس، بس هو ممكن اتظلم في الاهلي شويه، ما خدش فرصته، فده اثر عليه بشكل كبير يعني. اتمنى من الكابتن محمود الخطيب يعني كرئيس النادي الاهلي، وانا بحترمه وبقدره، والراجل ربنا يحفظه بامانه الله، يعني نظره يا كابتن لعوده اللاعب دوه واللاعبين اللي احنا خرجناهم بره. لا طبعا استمراره في الاهلي اكيد طبعا، مستواه هايل وبيقدم مستوى جميل طبعا في سيراميكا، فلا احنا محتاجينه اكيد طبعا. استمراره مع النادي الاهلي، القندوسي ما يتسابش، القندوسي لعيب يا جماعه. لا كان استمراره، لان هو يعني ادي وكان لعيب مؤثر، حتى ماتش السوبر اللي لعب نادي بيراميدز كان عامل ماتش عالي، وكان في وينجات في الاهلي يعني هو احسن منهم كانوا في الفتره بتاعته يعني موجودين. بعد السنه اللي خدها عرف سيراميكا المفروض كان المدرب بص عليه ورجعه تاني الاهلي، لان كان خط نص ممتاز جدا وبيوصل اللعيب للجول. لا استمرار طبعا في النادي الاهلي، وما جبناه ليه وعملنا مشاكل مع النادي الخصم ليه وفضلنا نحارب انك نجيبه ليه؟ جبنا عشان انت انتصرت بس على الخصم، طب مصلحه فريقك فين؟ بس هو ده اللي احنا عملناه، استفدنا بيه ما استفدناش بيه، بس جبناه علشان نعيره. ابو حميد رايك ايه في اراء الجمهور وكلام عنك؟ الحاجات دي يعني الكلام ده بسمعه يعني كل يوم من الجماهير بتاع الاهلي اللي يعني بتقابلها بره. فيعني كل يوم يعني الناس تحسسك يعني انت رحت غلطه كده. فالحمد لله يعني انا لما بشوف الناس يعني شايفه يعني وجهه نظر دي فانا بتبسط يعني. تحس ان هم مقدرينك، بيحسسك يعني بالابريشيشن، ان هم في تقدير ليك في قلوبهم يعني. ايوه صح يعني. اللي هو الناس دي يعني زعلانه عليك وعايزك ترجع يعني، عايزك معاها. ايوه. فانا الصراحه بتجي لي حاجه صعيبه شويه كده يعني، اللي هو انت يعني الناس دي بتحبك ورحت يعني سبتهم. لو الاهلي طلب عودتك بعد نهايه الموسم ده هترجع او في يناير؟ لا ان شاء الله ارجع، مش في يناير، في اخر سنه. في اخر السنه ان شاء الله. عايز تكمل انت الموسم وبعد كده بقى تخلص الموسم مع سيراميكا؟ ان شاء الله اخلص موسم مع سيراميكا وهرجع الاهلي.
زعلت ان كان في تفضيل لمحمد علي بن رمضان عليك؟ يعني كنت حاسس ان انت ممكن لا ده انا اقدر اديك اللي انتوا عايزينه برضه وما انا مش اقل من محمد علي بن رمضان؟ لا ما زعلتش. ما زعلتش مني؟ لا ما زعلتش عشان كنت شايف حاجات، يعني كانت عندي حاجات في اوروبا هي اللي ما خلتنيش ازعل. ايوه يعني الناس شايفاك انت تقدر تلعب في المستوى ده فمش هزعل. يعني لو الاهلي يعني لما قالوا لي احنا هنجيب فلان ماشي. يعني انت ايه رايك فيه؟ انا لعب ضده في الترجي يعني فهو لعب جامد صراحه. ايوه بس هو يعني اتسرع شويه، هو ما كانش لازم يروح للنادي ده. كان يروح لنادي احسن منه عشان مستواه يعني مش بتاع النادي اللي راح له هو. هو طبعا راح لنادي كبير وهو فضل يروح هنا، بس مستواه يعني يستاهل نادي اكبر. ايه اكتر حاجه في وجهه نظرك بتميز محمد علي بن رمضان؟ هو لو جه هنا يعني لو جه في الدوري المصري كان هيساعده مثلا لعبه القوي، يعني جسمه عشان هو بيلعب بجسمه كتير. ايوه وبيعرف برضو عنده يعني يعرف يتمركز في الهجوم عشان يفضي نفسه عشان يشوت وعشان الحاجات دي. فهو يعني لو جه الاهلي كان هيساعدهم كتير. يعني كان هيدير اضافه، هيعمل اضافه كتير. ايوه فهو لو جه هنا مصر كان هينجح يعني. ممكن من الاهلي برضو يروح يعني الاوروبا تاني. كلام كتير قوي 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 اتقال ان احمد القندوسي كلم زين الدين بالعيد وقال له ما تجيش مصر واوعى وبتاع. انت بقى اول مره تتكلم في الموضوع ده، قول لنا بقى اللي حصل في القصه دي من طقطق للسلام عليكم. انا والله لما بشوف الحاجات دي بضحك. يعني انت صاحبك ما تحبلوش يعني الخير؟ لا طبعا تتمنى له الخير زيك زي نفسك بالظبط. انا برضه يعني صاحبي اللي مش يعني لا ده صاحبي من قبل ما يجي اصلا الاصطيف. أيوة. قبل ما يجي انتوا اصلا اصحاب؟ احنا اصلا اصحاب يعني من زمان. فهو في اتحاد العاصمه وانا في اسطيف، يعني كنت بعرفه من قبل. فازاي بقى انا يعني طلعت من الجزائر رحت الاهلي واقول له لا ما تيجيش الاهلي؟ ليه يعني؟ وما هو برده خلي بالك ما فيش يعني هنا في مصر ما فيش احسن منه. كان في عبد المنعم، لو لعب هو عبد المنعم كان يعني هو بالنسبه لي انا زين الدين بالعيد لو جال الدوري المصري كان هيفضل احسن مدافع في مصر للدرجه دي. والله لاعب جامد قوي ويعني وتقيل بيوقف على الكوره، مش من اللعيبه اللي بترمي نفسها. مش من اللعيبه اللي بترمي كوره، لا بيحب يلعب كوره وبيطلع كوره سليمه. وبرده يعني عنده شخصيه، خلي بالك هو 26 سنه ولا مش عارف 27 سنه كده، هو كابتن في اتحاد العاصمه. ايوه اتحاد العاصمه برده مش نادي قليل، لا نادي كبير. اتحاد العاصمه انت بتتكلم على النادي واخد من الاهلي السوبر السنه اللي عدت. فاتحاد العاصمه نادي كبير، فده الكابتن بتاعه يعني كابتن في الفرقه دي. فبيقابل جمهور، بيقابل اداره، بيقابل لعيبه تقيله معاه، فاكيد يعني ده راجل كبير. صح. فانا ازاي بقى اقول له ما تجيش الاهلي؟ طب هو كلمك؟ ما انا معاه في المعسكر والحاجات دي بتطلع بره واحنا بنضحك ونبص عليها مع بعض التليفون. بيقول لي بيقولوا لي كده. فهو ليه ما جاش؟ ليه ما جاش؟ فهو عشان حته الوكاله دي. فهو عنده وكيله. ما ينفعش يتخلى عليه. ايوه احنا عندنا الحاجه دي. انا مش فاهم انت عمال كل شويه تقول لي موضوع الوكاله، انا مش فاهم يعني ايه حته الوكاله. ما اقول لك يعني احنا كجزائريين ما ينفعش، انت وكيلي ما ينفعش اخسرك عشان ده جايب لي يعني جنيه زياده عليك. انت وكيلي من اول لحظه ماشي هتكمل معايا لاخر لحظه. لا فهمني يعني انت دلوقتي هو مثلا زين الدين بالعيد موضوعه باظ عشان الوكاله؟ ايوه عشان الوكاله، ولا على فلوس ولا على حاجه، عشان الوكاله. وانا على الناس. لا ازاي يعني مثلا كل الكلام اللي بيطلع في الميديا ده كذب عشان تفهم. بجد والله؟ والله كله كذب. كذب كذب، مفيش حد عنده الحق، مفيش حد عنده الصح، عنده الحقيقة. حتى الكلام اللي اتقال كله كذب. طب انت قول لنا ايه الصح؟ انا اقول لك الصح. ما هو باظ عشان الوكالة. يعني هو هو زين الدين بالعيد 70% في الاهلي. بشرط يجي هو يجي مع وكيله. بس الناس عايزة تدخل وكيل معاه عشان يدخلوا الاهلي. الله اعلم الناس دي مين، الله اعلم. فالناس كانت عايزه عشان يدخل الاهلي لازم يجي مع فلان، لازم يجي مع مش عارف مع اكس. فهو احنا عندنا كجزائريين كده، ما ينفعش اخسرك انت صاحبي. فزين الدين بالعيد ده وكيله. بس يعني ده كلام خطير جدا يا احمد انت بتقوله ده. لا انا بقول لك الحقيقه. انا بتكلم الحقيقه ولا انا مش هخاف من حد، يعني انا بقول لك الحقيقه يعني وصلت فين. فهو زين الدين بالعيد وكيله ده من صغره، هو وكيله. ما ينفعش انا اسيب صاحبي عشان الجنيه ولا عشان حاجه. هو قال لهم انا اجيب وكيلي. وكيلي اهو تفاوضوا معاه. ده قال لي مين يعني؟ قال يعني للنادي الاهلي والناس اللي كانت بتتكلم معاه. النادي الاهلي كان مصدر له حد يتكلم معاه. ايوه فهو
زين الدين قال له انا ده وكيلي اهو اتكلم معاه. قال له طب ماشي ده وكيلك وعلى عيننا وعلى راسنا. قال له بس يعني وكيلك مش حي... يعني مش هيدخل معاك الاهلي. طب مش هيدخل معايا ليه؟ ما ده وكيلي يدخل معايا ما تدخلش معايا ليه؟ فحصلت كده شلوشه بيناتهم يعني دخلوا كده في موضوع تاني اللي هو يعني هتدخل معاه وكلاء تانيين ومش عارف ايه عملوا له قصه كده. فاحنا بقول لك اهو كجزائريين ما بنقبرش حد يعني يجبرنا على حاجه. انا عايز كذا انت مش عايزني كذا خلاص ماشي صفي الموضوع. ولا يقول لك بيتكوفيتش كلمه وقال له ما تروحش عشان حدد اوروبا يعني. وقندوسي قال له ما تجيش الاهلي عشان انا ما لعبتش. زين الدين بالعيد لو جه كان زمانه دلوقتي واخد افريقيا. كان زماني دلوقتي يعني هيلعب كاس عالم انديه. كان زماني دلوقتي واخد دوري. مين اللي ما بيحبش الحاجات دي؟ دي حاجات ايجابيه. ايوه هتقعد لك في السي في بتاعك وانت كلاعب. فازاي بقى وكان جاي عشان ياخد فلوس كتير من الاخر يعني اقول لك يعني الراجل كان جاي يعني متحمس عشان لعب في الاهلي. وبرده يعني عشان اقول لك في لعيبه كتير يعني يعني ناس يعني قديمه كلمت بالعيد لعيبه كبيره عندنا في الجزائر قالت له لو صح يعني موضوع الاهلي صح روح هتنجح. يعني مين لعيبه كبيره زي مين مثلا؟ في لعيبه كتير يعني عندنا لعيبه كتير يعني في الجزائر العاصمه وفي الغرب وفي الشرق يعني لعيبه كتيره قوي نصحته يروح الاهلي. روح الاهلي انت هتنجح يعني انت هتروح النادي اللي هتنجح فيه. انا عن نفسي قلت له تعالى السنه الجايه انا وانت في اوضه واحده انا هرجع من سيراميكا وانت هتيجي فهنقعد في اوضه واحده يعني ازاي بقى اقول له انا ما تجيش والراجل جاي. احنا كلاعيبه الصراحه مصلحتنا يعني احنا نلعب علشان ايه؟ عشان انت هتحصل تعمل مستقبلك ومستقبل عيالك ومستقبل بيتكم. فهو جاي الراجل عشان ياخد فلوس ويلعب ويعمل بطولات ويعمل اسم والاهلي يعمل لك اسم. فانت اصلا جاي من اتحاد العاصمه نادي كبير وانت كابتن فرقه يعني مش هتلاقي فرق كبير في الاهلي. انت برضو هتلعب تحت جماهير وتلعب على القاب وكذا وكذا. فانا قلت لك الموضوع ده كل اللي اتقال في الميديا كله كذب. كله ولا بيتكوفيتش ولا قندوسي ولا ما منوش ولا حاجه صح. ولا حاجه صح. انا حتى لما وصلتني انه يعني في ناس بتقول انه قندوسي قال له لا ما تيجيش عشان ما تلعبش وناس طلعت على الاستديوهات قال لك انا والله بعرف الحقيقه. يا ابني تعرف الحقيقه ايه؟ انت والله ولا عارف حاجه. انت اصلا زي الدين بلقيت ما تعرفش شكله. ايوه تقول لي وانا عارف الحقيقه وانا عارف مين اللي اتكلم معاه بالعيد. طب هو دلوقتي القندوسي ما بيلعبش في نادي البلجيكي وفي كلام بيتقال ان ممكن يكون موجود في الاهلي. انا بتمنى له يكون في الاهلي. هو هيلعب في بلجيكا بس انا بتمنى له يكون في الاهلي. هو ما بيلعبش بلجيكا عشان عن المدير الفني اللي عندهم يعني مرات بيلعب ثلاثه مرات بيلعب اربعه. ايوه فهو لسه ما يعني لسه ما دخلش معاهم. بس هو كلاعب يلعب في اي حته. هو لو جه الاهلي انا بتبسط قوي. انا يعني بحب انا لو سبت يعني اجيب كل الجزائريين يلعبوا معانا هنا في مصر. يعني حد تطلع انت وهو تتعشوا مع بعض يقعد معاك في بيت يعني. ايوه طبعا تعيش نفسك واحد بلدي كده ونس ليك بالنسبه لك يعني. ازاي اقول له ما تجيش؟ بعدين واحدين بيقول لك بيتكوفيتش. بعدين بيقول لك مش عارف ايه يعني. طب وبرضه في كلام طالما انت عارف الكواليس وعارف التفاصيل قندوسي نتاكد منك في كلام اتقال ان الزمالك دخل في الصفقه. لا الصراحة دي والله ما بعرفها. ما تعرفش انت؟ لا والله ما بعرف. انا يعني كنت لما بقعد انا وهو كده بقول له مثلا انت عملت ايه؟ وصلت لفين؟ فبيقول لي ان شاء الله خير يعني انا 70% خلاص بخلص معاهم. وهو يعني كل ده كان بيتكلم مع واحد بس. يعني هو كلاعب كان بيتكلم مع واحد اللي كان يعني اللي بيمثل الاهلي. كان بيتكلم معاه. اللي هو مين؟ ما اعرفش انا اي حد يمثل الاهلي في اللعيبه الاجانب. فهو بقى انت قصدك وكيل ولا مسؤول؟ لا مسؤول لا مش وكيل. هو هنا لسه ما دخلش الوكاله يعني. ايوه فهو بعدين في الكلام كده مع طول كلام هما بيتفاوضوا هما كذا هما كذا فدخلوا وكاله في النص. فكل كلام اللي قال لك فلان قال له فلان قال له فلان قال له لا ما فيش حد قال له. هو الراجل راجع للوكيل بتاعه قال له 1 2 3 قال له انت عايز؟ قال له لا انا مش عايز. يعني انا عايزك انت معايا. انا مش هسيبك. فباظ عشان كده. وزين الدين بالعيد لو ما خلصش في اوروبا كان هيقعد في اتحاد العاصمه. ايوه عشان احنا الايد يعني دلوقتي الدوري يعني شغال لاعبين ماتشين. يعني القيد قفل بقاله كتير. فلو ما خلصش نفسك على بدري فهتقعد. يعني مش هتعرف تطلع. عندنا برضو الامور صعبه في الانديه عندنا في الجزائر عشان تخلص لعيب لا صعبه شويه.
مش مثلا لا ادي لهم فلوس ويدوا لك الاستغناء بتاعتك، لا هتبقى صعب. فهو ليه نفسه بقى قال لك انا لا لازم اطلع. وبرده هو طالع اوروبا وهو صغير حاجه حلو. مين من اللعيبه الجزائريين اللي انت تحب ان هم يكونوا موجودين في مصر بقى، سواء اهلي زمالك سيراميكا اي نادي تاني يا احمد الفتره اللي جايه؟ والله عندنا لعيبه كتير حريف في الجزائر. يعني لما تشوف في الجزائر يعني احنا عندنا هنا في مصر يعني اجسام، يعني مثلا جايبين يعني كمان شغل وضربه، بس لا عندنا في الجزائر يعني لعب كوره والناس حريفه. اي يعني تحس نفسك يعني بتفرج على كوره حلوه. بس احنا عندنا مشكله بس يعني في الدوري شويه، مش شويه ضعيف، عشان لسه عندنا ملاعب صناعيه ولسه يعني ناقصنا ملاعب كبيره. يعني مثلا زي وفاق سطيف بلس يعني نادي كبير واخد 2 افريقيا وبيلعب يعني مع الانديه كبار في افريقيا، ما عندوش ملعب، يعني ما عندوش ملعب كبير خاص بيه. ايوه يعني زي مثلا شباب الوزداد، الحمد لله يعني شباب القبائل عملوا لهم ملعب حلو قوي، مديريه العاصمه ادوا لهم ملعب. فاحنا عندنا الانديه الكبيره دي فده مقصر، ما عندهاش. مش مثلا زي الزمالك وزي الاهلي يعني عندهم سند مثلا، والاتحاد عنده ملعب حلو والاسماعيلي عنده ملعب. لا احنا ما عندناش الحاجه دي. احنا عندنا سطيف يعني بتاخد بطولات فما عندهمش ملعب. عشان كده تلاقي مستوى بقى اللعيبه شويه اصابات وشويه، بس كلاعيبه حريفه في لعيبه حريفه كتير. شفت ازاي ماتش الاهلي والزمالك في السوبر؟ صراحه ما اتفرجتش. ما اتفرجتش على الماتش خالص؟ يا نهار ابيض، ازاي ده مصر ايه افريقيا كلها بتقعد تتفرج على الماتش ده؟ ما كنت يعني والله كنت في مشوار يعني كده مع اصحابي فما اتفرجتش. بس يعني شفت ضربات جزاء بس. شفت ضربات. طب رايك فيها ايه؟ لا ضربات جزاء يعني تخوف، انا بخاف منها بجد والله. ما بتحبش تشوط انت؟ انا عندي كابوس من الماتش بتاع منتخب في النهائي. اخر ضربه جزاء انا ضيعتها. فمن دي بقى خلاص، من ساعتها وانت ما يعني قافش بشوط في الماتش ماشي. بس يعني ضربات جزاء لا بخاف منها. ما بحبش ضربات جزاء خالص. طب توقعاتك لو الاهلي والزمالك اتقابلوا في السوبر المصري؟ طبعا انت اكيد سيراميكا نفسك تتاهل للنهائي وتكسب اكيد. يعني بس أكيد. انا بسالك سؤال افتراضي. لو الاهلي والزمالك وصلوا للنهائي تتوقع مين اللي يكسب؟ ما هي صعبه يعني الجهتين يعني متكافئين في اللعيبه. فده لا عنده لعيبه كبيره يعني وكويسه، وده برده عنده لعيبه كبيره وكويسه. الناس كده بتشوف ان الاهلي لا كفته ارجح من الزمالك، اتقل من الزمالك. لا مش كتير. يعني انا عن نفسي الماتشات دي بيلعبها المدرب بجد والله. والله. يعني انت كاهلي وزمالك عندك جمهور، عندك جمهور، عندك لعيبه كويسه، عندك لعيبه كويسه، عندك لعيبه في منتخب، عندك لعيبه في منتخب، عندك لعيبه قيمتها عاليه. عندك لعيبه قيمتها عاليه. انت لو تجيب لاعب من الاهلي تقارنه بالزمالك برضه في الزمالك هتلاقي زي تجيب لاعب في الزمالك تقارنه يعني زي بعض اللعيبه وككل حاجه كمستويات بس كتكتيك وكحاجه. فهنا تبقى بقى شغل المدير الفني. فالمدير الفني لمسته بقى. طب بمناسبه المدرب، ايه اكتر حاجه استفدتها من كولر؟ ما انا بالنسبه لي استفدت السنه دي يعني من كابتن ايمن رمادي كتير حاجات، بس مع كولر ما استفدتش حاجات كتير. يعني مثلا ما كنتش يعني ما كنتش بدخل يعني في الاجواء، وبرده ما يعني ما كانش يعمل حاجه جديده يعني. مثلا تكتيك جديد ولا يعني مركز افتراضي كده جديد. ايمن الرمادي يعني يعمل لك حاجه ممكن يعني انا وينج بلعب 10 وبلعب 9 وانا يعني بلعب وينج بلعب الاقي نفسي العب 10 والاقي نفسي العب 9. فيعني ما خدتش حاجات كتير. برضه كنت جاي مصطيف من عند يعني نبيل كوكي اللي هو مدرب كبير قوي. نبيل كوكي ممكن في الماتش في 10 دقائق يغير التشكيل. فجاي يعني متعلم حاجات كده في دماغي. ما لقيتش حاجه كتير برضو، ما كنتش اشوف حاجات جديده. ايوه فعشان كده ما خدتش حاجات كتير. بتشوف ان خساره الاهلي للسوبر قدام الزمالك ممكن تاثر عليه بالسلب في كاس السوبر، ولا بالعكس تدي دفعه اكتر للعيبه؟ انت عشت الاجواء دي جوه النادي الاهلي وشفت اللعيبه بتفكر ازاي، وجوه الاهلي ازاي الامور بتمشي؟ لا دي بتدي يعني بتحفزهم يعني بتدي لهم حافز عشان يعني يصحوا. ما دي يعني دي حاجات صحيك، بتزود الدوافع عندهم. يعني انت كسبت بطولات السنه اللي عدت، خلاص السنه اللي عدت خلصت. هتقفل كل حاجه تبدا سنه جديده. ايوه الاهلي برضو السنه اللي عدت خسر سوبر مع اتحاد العاصمه، وبعدين راح خد كل البطولات. صحيح. فهي يعني الحاجه دي لما تجي لك في اول سنه احسن من لما تجي لك في اخر سنه ولا في نص السنه. في اول سنه اللعيبه هتفوق يعني، وحتى المسؤولين والدنيا هتفوق، بس لو جات لك في نص سنه صعبه مش هتعرف ترمم.
انت السنه دي يعني في اول سنه، فانت برضو خلي بالك انت داخل على سوبر وداخل على كاس عالم انديه. صحيح. هتقابل العين. فالدنيا يعني لو ما فوقش دلوقتي هتفوق امتى؟ هتلاقي نفسك مثلا في شهر خسرت بطولتين على طول. بس ان شاء الله يعني انا بتمنى لهم التوفيق. وانت في السيراميكا مين اللعيب اللي بتحذر زمايلك منه في الاهلي؟ بتقول لهم خدوا بالكم من اللعيب ده، اللعيب ده خطر قوي. الصراحه هم كلهم يعني. ايوه بس في لعيب اكيد انت بتبقى عارف ان ده لو فاق الدنيا هتضلم. والله هم في بص هم انا في سيراميكا يعني لو حذرتهم هحذرهم من نص الملعب بتاعنا. عشان يعني احنا عندنا نص ملعب بسم الله ما شاء الله حلو قوي، يعني لما يكون فايق هنكسب اي ماتش. ايوه. ولما يكون بقى مش فايق فهتلاقي نفسك شويه الدنيا. بس الحمد لله احنا السنه اللي عدت مش مثلا الفيرود هو اللي جاب كل جوان. ايوه. ولا مش لا يعني كل الناس لقيها جايبه جوان. صح صح. يعني انتوا بتعتمدوا على الجماعيه اكتر. يعني كل الناس يعني التكتيك اللي بنلعب بيه يعني كل الناس تجيب جون. يعني احنا بيكام جايب جون، رجب جايب جون، كل الناس جايبه جوان. عادل، توني كسبنا في ماتش في النهائي مع الجيش. ايوه. ما هو اللي كسبنا يعني. توني ما تستناهاش فدخل استلم الكوره حطها جول. عندنا برضو عندنا مهاجمين انا مثلا زي مروان. انا يعني بشوفه هيفضل احسن واحد السنه دي بجد والله بالنسبه لي. والواد صغير وعايز يلعب يعني. عنده رغبه عايز يلعب. فواحد زي ده انا يعني بحب اشوفه يلعب والله. بتمنى له توفيق يعني صراحه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده احمد القندوسي. خليكم معانا. بقول لك قندوسي، من اللي انت لسه متواصل معاه في لعيبه الاهلي على طول على علاقه بيقول انت بقى كهربا. كهربا. كهروب. مكهرب. مسميك ايه كهرب؟ المجاهد الجزائري. المجاهد الجزائري بجد والله. ايه رايك في كهرب؟ لا شخصيه كشخص لزيزاوي. وكلعيب لا شخصيه لذيذه قوي. لعيب كبير بجد والله. انا يعني بحبه. يعني هو كشخص شخص لذيذ وبيحب الناس وقلبه ابيض. يعني صافي من جوه. ما بيشدش الغل على حد. وبيحب الناس كلها. حتى هو في أسوأ حالاته بس بيحب الناس تنجح. ويعني ما بيضايقش حد ولا يتسبب يعني في مستقبل حد ولا لا. ما بيشدش حد. ايه رايك في المنافسه اللي ما بينه وبينه وسام ابو علي؟ هو كهربا الفتره دي يعني نزل مستواه عشان السنه اللي عدت كان جامد. ايوه. يعني هو تقريبا جامد جدا مش جامد بس. هو جاب افريقيا يعني. طبعا. طبعا. جوان في افريقيا صعبه. ماتشات صعبه كان فيها جوان. وبس السنه دي يعني وسام ابو علي لما جه يعني ركب فكان كويس. فبرضه وسام ابو علي يعني ضربات جزاء واللعيبه يعني وراه والاجوان فاكيد يعني مش هيطلع من الملعب. ايوه. فهو خد فرصته خلاص. فكهربا انا عن نفسي يعني ممكن يخلص لك الماتش في اي لحظه. فهو صح مستواه نزل السنه دي عشان ما لعبش كتير او ممكن يعني عنده حاجات بره الكوره خالص ممكن تأثر عليه عشان انا ما اعرفش كل الحاجات عليه. بس يعني انا مش كصاحبي ولا حاجه بس كلاعب شايفه لاعب كبير صراحه. بتقول له ايه؟ بتنصحه بايه بينك وبينه؟ انا بقول له اتجوز. بجد والله العظيم. يا جماعه الراجل ده مصيبه. قندوسي بيقول اللي جواه على طول ما بيفلترش. هو ده الصح يعني. فاضل هو بس في اللعيبه. الناس كلها عم يشوف عيال صغيره هو. انت عسل والله. طب وبتقول له ايه لما كان الفتره فاتت متضايق ما بيشاركش؟ بتنصحه بايه كصاحبه يعني؟ والله كنت بكلمه بقول له انت عارف نفسك يعني مش انت الناس كلها عارفه انت لعيب كبير. ايوه. يعني وبرده انت فرود يعني الناس كلها بتعتمد عليه. فلو انت ما كنتش لو نزل مستواك يعني هتبان اكتر من واحد نص ملعب. صح. يعني صح. انت ما فيش حد يغطي عليك. ايوه. انت في وش يعني وش هو حارس المرمى اللي اول حل مكشوفين. انت لو ضاعت لو جبت ثلاثة جوان وضيعت واحده هينسوا الثلاثه ويجيبوا لك الواحد. بقول له يعني انت لاعب كبير ولعبت في نادي كبير انديه كبيره ولعبت ملاعيبه كبار ونافست على بطولات وشفت يعني حاجات كبيره اكبر من دي فيعني ما تتاثرش بالحاجات دي يعني. خدها بالايجابي اللي هو انا لازم اشتغل عشان الناس دي اغير كلامها. ايوه. يعني مش اخد الكلام ده بسلبي يعني الجماهير مش عايزاني.
ويعني تدخل في كعابه تقعد بقى قافل على نفسك وتتضايق. لا اتمرن، ويعني دايما بقولها له بقول له طول ما انت بتتمرن ربنا شافك بتتعب هيجي وقت يعني وانت تاخد حقك. صح ونعم بالله. يعني شفنا ناس كتير كانت ميته صح. واشتغلت صح. وبقت دلوقتي بقت في حته تانية. صح. مين كان هيعرف انه عبد المنعم هيروح النيس؟ ايوه. كل الناس عبد المنعم احسن واحد في افريقيا هيقعد في الاهلي ودي معروفه. ايوه. بس الراجل لما ربنا كاتب له يروح النيس راح. مفيش كلام. فكهربا برضو دايما بقول له كده. احنا سمعنا ان عيله قندوسي يعني خلاص منتشره في مصر، سمعنا عبد القادر القندوسي راح ديروت، صحيح الكلام؟ ده اخويا واقع في ديروت. الحمد لله. ده اخوك الصغير؟ ده اخر واحد في العيله. انتوا كام اخ؟ احنا اثنين. انا واثنين تانيين يعني. انت ناسي اخواتك يا ابو حميد؟ انا ثلاثه يعني. يعني انتوا ثلاثه؟ ده الصغير خالص. ده الصغير. عنده كام سنه؟ عنده 21 22. ربنا يكرمه يا رب. ان شاء الله تجربة موفقه ليه ان شاء الله. عايز اروح معاك لمنتخب الجزائر. حلو. طموحاتك ايه؟ وبيتكوفيتش بنسمع عنه كلام ان هو راجل عنيف وصارم وناشف قوي، الكلام ده حقيقي فعلا؟ انت عارف الاوروبيين يعني بيهزر معاك في اي حاجه، بس لما تيجي الشغل بتلاقي وشه يعني اسنانه ما بتبانش. تلاقيه ما بيضحكش يعني. بيشتغل عايز شغل برضو. انت بتمرن منتخب مش نادي. نادي ممكن دوري 3 ماتشات ولا 4 نتعوضهم، بس منتخب لا. منتخب لو خسرت يعني 3 نقاط يعني هتبقى صعب عليك. برضو احنا خلي بالك يعني احنا عندنا الحسنة الوحيدة في الجزائر المنتخب. احنا دلوقتي لما يلعب بمنتخب يعني كل الدنيا بتوقف. الدنيا كلها بتوقف ومنتخب بيلعب. صحيح. يعني الناس كلها واقفة على المنتخب. يعني العب في اي حاجه. ممكن تلعب في سياسه، ممكن تلعب في اي حاجه. ما تلعبش بقى في منتخب. مفهوم. فالمنتخب احنا عندنا خط احمر. يعني لما تيجي انت كبيتكوفيتش عليك مسؤوليه كبيره قوي. يعني اي مدرب عليك مسؤوليه كبيره. صحيح. لازم يعني الناس الشعب كله بيستناك. ما ينفعش يعني تزعل الناس. وبرضو عندك لعيبه. عندنا احنا بيجيب يعني قايمه، وبره القايمه بيفضلوا قايمه تانية كلها لعيبه في اوروبا. اتعلمت ايه من رياض محرز؟ اتعلمت منه حاجات كتير يعني. شخصيه. شخصيه كبيره في الملعب وبره الملعب. ايوه. ككابتن يعني شخصيه كبيره قوي. وراجل يعني لما تلاقي الراجل جاي لك واخد دوري ابطال، واخد انجليزي، واخذ كل حاجه، ويجي بقى يعني لما يجي يقعد معاك انسان عادي، فتعطى يعني تعرف قيمه التواضع يعني. عادي. صحيح. هي الحاجه دي هي اللي خلاته ناجح. فالصراحه انا شايفه يعني من الكباتن اللي ممكن يعني الواحد يتمنى يلعب جنبها. كنت مع قراره انه يسيب انجلترا؟ والله يا مكاتيب، بس هو ممكن شاف مصلحته يعني. فمش هقول له يعني انت سبت انجلترا ليه؟ هو ممكن شاف مصلحته. بتشوف ازاي دايما المقارنات اللي بينه وبين محمد صلاح؟ لا انا ما بحبش مقارنات. ما بتحبش انت المقارنات؟ انا بحب واحد خلاص، بحب واحد بس. احنا سمعنا انت بتقول انت احسن محمد صلاح، بيقولوا ان انت انا قلت كده. انا مش احسن منه، بس انا يعني هو في مستوى، انا في مستوى. انا برضو لو لعبت الدوري الانجليزي يعني هعمل ارقام وعامل حاجات حلوه. بس هو عشان كبر في الدوري الانجليزي فهو عامل ارقام. ايوه. كل الدوري بيختلف. يعني انت دلوقتي لو انا برضو بلعب في نادي كبير في انجلترا اكيد هحقق ارقام يعني. تلاقي 10 وراك يعني يلعب في البرازيل، كل كره يدي لك اسيست، فاكيد هتجيب اجوان، هتحقق يعني بطولات. زي محرز، ما هو محرز هو كان في السيتي. كل كره من دي بروين جون. انت يعني تحقق كاس يعني تشامبيونز ليج، وتحقق يعني الدوري الانجليزي، وتحقق بطولات كتير. ايوه. فهي يعني بيساعدك الدوري بيساعدك. طب تعالى نروح نوريها شويه صور ونعرف اختياراتك ايه. يلا بينا. عواد، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، رتبهم لنا من 1 لـ3. مفيش بسام؟ مفيش بسام. احنا مش عايزين نحرجك بقى مع بسام بقى، بسام زميلك في السيراميكا. بسام رقم واحد صراحة. بسام رقم واحد على الثلاثة دول؟ بسام رقم واحد. طب مين رقم 2 ومين رقم 3 ومين رقم 4؟ رقم 2 الشناوي. الشناوي و اوفا. رقم 3 وعواد 4. هما يعني عواد واوفا يعني
مع بعض عشان عواد خبره فهم يعني مع بعض مستوى يعني برضه الشناوي. انت متاكد موضوع الشناوي ده؟ عشان الشناوي لا هو هيكلمني بالليل. لا هيكلمني بالليل خلي بالك. لا بس بسام ما شاء الله عليه. انا الصراحه يعني بزعل لما ما بيروحش المنتخب. ايوه بتشوف انه يستحق يروح المنتخب. ده يستحق يلعب. ايوه ده عامل ثلاث مواسم جامدين قوي وبيلعب حلو واحسن يعني هو اول حارس السنه دي يعني في التصديات في كل حاجه كلين شيت وفي كل حاجه. ده احنا هو السنه دي 50% من الفريق. ماشي يا عم ماشي يا فرحتك عم بسام قدوسي. بص المجاهد قال لك ايه؟ قال لك قرار. يقول لك ايه المجاهد؟ ايه الجزائري؟ المجاهد الجزائري. امام عاشور، محمد ابراهيم، ناصر ماهر، رتمهم لنا من واحد لثلاثه. رقم واحد مين؟ محمد ابراهيم. رقم اثنين ناصر ماهر. رقم ثلاثه امام عاشور. رأيك إيه في إمام عاشور ومستوى مع الأهلي الفترة اللي فاتت؟ هو إمام يعني السنة اللي عدت كان حلو. بس السنة دي يعني ابتدى مستواه ينزل بس مش ككورة. أنا عن نفسي حاسس كده مش ككورة. ممكن مشاكل خارجية. عشان برضو يعني المشاكل اللي بره بتأثر على اللعيب. يعني برضو وأنت متجوز وعندك عيال وعندك عيلة بتصرف عليها وعندك أصحاب وعندك فممكن الجودة اللي بره يأثر على أي لعيب. في لعيبه يعني وقفت كره قدم عشان الحاجات دي. فامام انا يعني شايفه لعيب كبير. ايوه ويعني ولسه هو مش امام ده هو عنده يعني عنده هيقدم يعني حاجات عنده حاجات مخبيه يعني كتير. فلو يعني اشتغل على نفسه وراجع نفسه لا هيرجع لمستوى تاني. تنصحه بايه؟ انا بنصحه حاجه واحده. تتكلم معاه ولا ما فيش تواصل؟ لا ما بتكلمش معاه. مفيش تواصل. فانا لو بنصحه بنصحه على انه هو ما يسمعش كلام الناس. يعني هي ركز في الملعب وبس. هي في ناس يعني بتنتقدك في ناس يعني بتحبك يعني بتشجعك فانت بقى خد الكلام ده ما تسمعوش. سيبك بقى من السوشيال ميديا عشان السوشيال ميديا بتاثر على اللعيبه قوي. سيبك من الكومنتات ومن الناس اللي بتتكلم وامام اصله عمل كذا امام اصله راح مش عارف ايه امام اصله دي حياته. يعني انت كمشجع يعني تحاسبه يعني على الملعب. صح انا معاك يعني انا حاسبني على الملعب بس حياتي لا ما تحاسبنيش عليها. انا هطلع اقعد بره ولا هدخل ولا ده مستقبلي يعني وانت حاسبني. انا ما مشيتش كويس من حقك انت كجمهور من حقك تيجي تحاسبني. انت يا فلان انت ما عملتش كده ليه؟ بس كحياتي يعني ما تدخليش فيها بس انا بنصحه يرجع يعني ما هو لاعب ما شاء الله. نروح للصوره اللي بعد كده. وسام ابو علي، سيف الجزيري، فيستن مايلي، رتبهم لنا من واحد لثلاثة. وسام ابو علي رقم واحد و اكيد تاني زمالك بقى. لا قول رايك. لا قول رايك مالهاش علاقة زمالك اهلي. قول رايك انت شايف مين الترتيب؟ واحد اثنين ثلاثة مهم زي كده. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة وسام سيف فيستن. سيف ماشي. نروح للصورة اللي بعد كده. الصورة اللي بعد كده رأيك ايه؟ بتشوف اكتر حاجة بتميز وسام ايه؟ يعني هداف. هداف يعني فنش. يعني اي فرقة عايزة يعني نص فرصة يجيبها الجون. فدي الحاجة اللي ماشية معاه كويس. تحسه هجام اي كرة بتيجي يخلصها. يعني ممكن نص فرصة كده يجيبها جون. هو الحاجة دي اللي في يعني زي ما نقول احنا في الجزائر جيعان. يعني جيعان جوان. ايوه عايز يجيب ما يجيب جون ويجيب تاني ويجيب تالت ويجيب الرابع. ففي لعيبه بتجون جون يقول لك انا خلاص الماتش ده خلص اكتفيت. هو لا هو عنده دايما ما عندوش اكتفاء ما شاء الله. ركز بقى في الصور اللي جايه دي. زيزو، حسين الشحات، مصطفى فتحي. دي صعبه دي. رتبهم لنا بقى من واحد لثلاثه. ما صعبه. كل واحد بستايل وشكل ولون وطعم اجمل من التاني. ما هي صعبه والله. ما هم الثلاثه. ايوه ماشي اختار بقى. بسم الله ما شاء الله. ده غير ده احنا في صوره ما رضاش نحطها لك كمان مع دول. لا والله. قندوسي. لا لا ده انت بص القندوسي لو حطيناه كان هيبقى في مشاكل كبيره في الموضوع ده. ناس لعيبه كبيره قوي. اختار بقى يلا. صعبه دي. لا ما انت هتختار. يعني هختار على موسم ولا على لعب كله؟ انت اختار قول لنا هختار بناء على الموسم وترتيبي كذا، هختار بناء على كله وترتيبي كذا، انت حط معيار الاختيار. كلهم السنة دي يعني كويسين وبيعملوا فرق في الأندية بتاعتهم. حلو. بناء على كله بقى مين رقم واحد، مين رقم اثنين، مين رقم ثلاثة؟ حسين رقم واحد. حسين مع زيزو. حسين وزيزو الاثنين يتقاسم رقم واحد. وبعد كده مصطفى فتحي. مصطفى أنا على فكرة أنا بحبه. لعب حريف قوي. ايوه
يعني بتحس عنده يعني بتحسه لعب مودريتش يعني تقيل يعني وبيعمل دريبل بسهوله وبيدي الاسيست وبيجيب جوان فانا بحب لعبه قوي فعشان بقول لك صعبه والله امال الثلاثه هم الثلاثه لعيبه جامدين طبعا يعني الثلاثه لعيبه جامدين برضه زيزو ما شاء الله زيزو السنه دي والسنه اللي قبلها عامل موسم يعني شايل الزمالك ايوه صعبه والله ايه اللي تتمناه الموسم اللي جاي قندوسي نفسك في ايه يعني انت لو قاعد دلوقتي بتكتب الوش ليست بتاعتك انا كاتب انت كاتب طب ما تقول لنا يا عم انا ما اعرفش ان انت كاتب لو اعرف كنت سالتك على طول قول لنا والله انا عن نفسي عايز العب في اوروبا يعني انا يعني بشتغل وبتعب وبعمل كل الحاجات يعني عشان العب في اوروبا ايوه دي يعني حاجه رقم واحد في حياتي كلها مش والحاجه الثانيه بقى انا عايز ارجع الاهلي عشان لسه عايز اخد بطولات يعني انا عن نفسي عايز اخد بطولات يعني 4 بطولات خدتهم على الاهلي مش يعني مش كفايه فاهم ايوه فعايز اخد بطولات مش عايز اخد بطولات وانا قاعد عايز تاخد بطولات وانت ليك بصمه مؤثره في الملعب عشان بحس بيها يعني بتحس وانت بتلعب كده بتحس بالتعب وبتحس يعني انت بتعرق عشان بطوله بس وانت قاعد والناس تجيب لك بطوله فمش هتحس بيها مش حلاوتها ما تجيش صحيح بس وانت بتتعب وانت كلاعب انا هتفرح حتى الفرحه مش هتعرف تتصنع الفرحه صح انا مرات يعني في الاهلي اقول لك على حاجه ماتش اللي خدنا فيه الدوري اخر ماتش خلاص وهنستلم الدرع انا يعني صنعت الفرحه انا عن نفسي كان نفسي عايز العب ايوه انا عايز العب وعايز اشارك يعني بعدين انت تيجي على طول الناس تجيب لك الدرع خد اتصور بيها فانت بقى جواك انت عايز تلعب عشان تشارك في الفرحه ايوه لما تشارك في الفرحه تيجي مختلفه تحس ان انت ليك يعني يبقى ليك دور وتبقى ليك يعني تأثير. شويه فانت قاعد على الدكه وتتفرج وتسقف دي حاجه حلوه بس يعني بالناس تجيب لك خد يا باشا اللعبه اهو لا ما بحبش انا الحاجه دي ما بتحبش انت لا كده لا لا ما بحبش كده عايز اسالك على حاجه ليها علاقه بواحد من اللعيبه الكبيره قوي اللي جبنا صوره محمد الشناوي رايك ايه في الانتقادات الفتره فاتت للشناوي تشوف ان هو مظلوم فيها هو صراحه هو مظلوم عشان هو برده ما ننسى يعني ما ننساش خيره هو شال الاهلي في كذا مره يعني كذا مره الفريق الاهلي كان يعني النادي الاهلي اللعيبه اللي جوه الملعب كانت اوت بس شالهم هو شالهم في كذا ماتش فما ينفعش بقى تنكر خيره فهو كتر خيره هو كابتن وغلط بس لازم تستحمله ما هو ده كابتن الفرقه وده برده يعني انا بتمناه ما يسمعش كلام خالص عشان انا قعدت معاه في اوضه ايوه انا اول واحد نمت معاه في الاوضه اول ما جيت الاهلي هو فانا بحبه قوي وعنده شخصيه جامده انا بعرف ان هو مش هيسمع الكلام يعني اي كلام هيتقال له يعني مش هي قندوسي ربنا يكرمك ان شاء الله يوفقك انت شرفتنا ونورتنا ربنا يحقق لك كل يا رب اللي انت بتتمناه وبتحلم بيه واكتر يا رب يا رب يعني ربنا يخليك يا حبيبي نورت الدنيا كلها شرفتنا ونورتنا كل الشكر ليك شكر موصول لحضراتكم على المتابعه ونشوفكم بكره باذن الله على الف خير.